السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ طيبين، شو اخباركم؟ والله صراحه كذا الدوله تعبت، ورجال الامن تعبوا، والمرور تعب، والبلديه تعبت، والتجاره تعبت، كل من جي قطاع الحكومي وال وش نقول، بس قالوا الحظر ممنوع الحظر وما زال فيه مخالفين، قالوا البسوا كمام ولسه ما زالوا مخالفين. يا اخي تعبتوا، والله تعبتوا رجال امن، تعبتوا الحكومه معكم، وتعبتوا يا اخي. الغلط مهم، من الغلط من المواطنين ومن من السعودي من الاجانب. يا اخي التزموا، يا اخي التزموا، شوفوا العدد يزيد مزيد، شوفوا الناس تموت، شوفوا الناس تمرض، شوفوا الناس النفسيه. يا اخي اتقوا الله، يا اخي اتقوا الله. لا تقول التجاره ما اشتغلت، لا والله ما اشتغلت. لا تقول البلديه ما اشتغلت، لا والله ما اشتغلت. لا تقول رجال امن ما اشتغلوا، لا والله مشتغلين. العيب والله منا، العيب والله منا. التزام يا ولد، التزم يا ولد، التزم. يا اخي ليه متى وانا كذا، يا اخي ليه متى وانا كذا. يا اخي الكمامه ما راح ما تشوفه، ما يحطها على وجهك على خشمه، يحطها على لحيته. ما قال غطها بلحيك، ما قال خذ الكمامه وحطها على لحيك. العماله السايبه، العماله السايبه اللي من الساعه 6 وتواجدون التجمعات، نبغى البلديه والتجاره تشتغل الصباح، تشتغل الصباح بالقوة. أي تجمعات ما عاد فيه كلمة ألف ريال، كلمة خذوا ورحلة، ما عاد ينفع فيهم ألف ريال، ولا عاد ينفع فيهم 5000 ريال، ولا عاد ينفع فيهم 10000 ريال، ما عاد ينفع فيهم إلا ركبة ودة سفرة. يا أخي الناس نشوفهم تموت، ناس تتعب، وناس مرضت نفسية، وناس والله العظيم ما عاد ندري إيش نسوي. الله يطول في خادم الحرمين الشريفين ولي العهده، ووزارة الداخلية والتجارة والبلدية، وكل إنسان، ووزارة الصحة. والله العظيم يا وزارة الصحة، قسم بالله العظيم إنهم على رجل، والله يشكرون وزارة الصحة، والله يشكرون وزارة الصحة ورجال أمن، كل واحد في الأزمة هذه والله العظيم يشكرون فوق الرأس. يا أخي شوفوا، يا أخي انتظموا، التجمعات هذه ما عاد تصلح. لا تكون 5 ولا 10. الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية. يا أخي التزموا، نبغى من وزارة التجارة، إن ما أقول لكم مقصرين، لا والله العظيم ما قصرتوا، لا أنتوا ولا البلدية ولا الجامعة، نبغاكم تضغطون ضغط. أي واحد ما تشبون على الكمام أو تجمعات ركبة، ما عاد ينفع فيه غرامة، ركبة ورحلة. يا أخي كذا تعبونا الأجانب ذولا، أتعبونا 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 والله. إلى متى وإنا كذا؟ جتنا نفسية في البيوت، جتنا نفسية حتى مع عيالنا، جتنا نفسية مع كل حاجة. ما عاد ينفع فيكم غرامات، ما عاد ينفع فيكم إلا سجن. خذها وسجنة ورحلة. كل المشكلة كلها من الأجانب، كل المشكلة من الأجانب هذولا، التكدسات هذولا، العماية السايبة. شدوا حيلكم يا رجال أمن، شدوا حيلكم يا البلدية، شدوا حيلكم يا وزارة التجارة. نقولكم والله لكم ما قصرتوا، والله نشوف نشوف، والله لكم ما قصرتوا، بس اضغطوا زيادة، اضغطوا زيادة. لا خلهم على ما قال، اطخ بدل 1000 ريال حط 10000 ريال، خلها مثل الحذر، ما عاد ينفع 1000 ريال بيهم. ياخذ الكمام يحط لي في دقنه، ولا يعلق على يعلق على يعلق في يده. لا قال الشفا من الله، انا عارف الشفا من الله، اجل من كنت الشفا من الله سبحانه وتعالى. بس التزم بالتعليمات، التزموا بالتعليمات، التزموا، الله يعطيكم العافية، التزموا بالتعليمات. الله يرحم والديكم. فكونا فكونا يا شيخ، شوفوا كم واحد يموت، شوفوا كم واحد يدخل من العناية، شوفوا كم واحد. إلى متى وإنا كذا؟ الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية يا شباب. حاول إذا المقطع ينتشر تكفى، حاول إذا المقطع ينتشر. والله العظيم تعبونا، والله تعبونا وتعبوا اللي في الميدان، والله تعبونا وتعبوا رجال امن وتعبوا البلديه وتعبوا التجاره. ما عاد فيه المحلات، لسه ما طبقت النظام، ما طبقت الاحترازيه في المحلات، التجمعات حقين البويه، التجمعات في الشوارع، التجمعات في سوق الخضار، التجمعات في حراج بن قاسم، التجمعات في كل مكان. دققوا على المنطقه، المناطق هذه، دققوا سوق الغنم، دققوا عليها يا شباب، دققوا عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله.